السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبيب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. صباح الخير، صباح الامل، صباح كل شيء حلو في حياتكم اخواتي وحبايبي، وعلى راسي من فوق ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، وما تحرمش منكم ولا من وافقكم جنبي ولا من دعمكم ليا ولا من كل تعليق حلو بتكتبوه كده ليا وتشجعوني وتقولوا استمري استمري يا ام ليلى، انا بستمر بتشجيعكم ليا والله العظيم، وكل حاجه كويسه انتوا بتقولوها لي انا بستفاد منها، وربنا يبارك فيكم يا رب ويديمكم نعمه في حياتي العمر كله ان شاء الله، احلى اخوات واحلى صحبه واحلى لم. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده حبيب قلبي عامله مشروب سحري جدا جدا للبط بتاعنا بعد ما فاق خلاص من دوره الاسهال اللي كان فيها، فحبيت اعمل لهم مشروب الطاقه كله حديد كله فيتامينات رافع مناعه كويس جدا جدا يا جماعه، قلت لازم اعمل لهم المشروب ده، وابدا النهارده بعمل لهم خلطات لان انا كنت مهتميه بيهم بالعلف فقط لا غير، ما كنتش بعمل لهم اي خلطات، بس النهارده ابدا بقى اخلط لهم في العلف. هم بسم الله ما شاء الله خلاص زال همهم يا جماعه، بقوا حلوين جدا جدا مستعدين لاي خلطه اقدمها لهم، فعشان بس نوفر من العلف برضو عشان الجو حر، ما ينفعش ان انا احط علف صافي في الحر دي بالذات، رغم ان انا باكل بكميات بسيطه ما بحطش علف كتير، بس لازم يا جماعه اقدم خلطات عشان يبقى نسبه العلف بسيطه جدا قدام النوم فتره الحر دي بالذات. حاولوا في شهر 7 وشهر 8 تقللوا من العلف لان العلف بيبقى حامي جدا جدا على الطيور يا جماعه، فحاولوا تقدموا معاه اي حاجه مع العلف ده، يعني اي نوع خلطه اي حاجه اي اعشاب اي خلطات من داخل بيتك عشان تقللي العلف قدام الطيور، عشان الحر مع العلف بيقلب بحاجه عكسيه جدا جدا بيضر الطيور، فحاولي انت تقدمي خلطات اعشاب او اي حاجه من داخل بيتك عشان بس الطيور ما تنضرش منك، لان العلف بكميات قدام الطيور في فصل الصيف بيضر العلف يا جماعه، فحاولوا بقدر بيضر الطيور، فحاولوا بقدر الامكان ان انت تعملي خلطات على العلف بتاعك عشان الطيور بتاعتك ما تنضرش. نقدم لهم الخلطه بتاعتهم الاول ونشوف المشروب ايه بتاعنا بعد ما نعمل الخلطه بتاعتنا. الخلطه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه يا ام ليلى؟ الخلطه بتاعتنا عباره يا جماعه عن تفل من البنجر اهوت، اكيد كلكم عرفتوا ايه الوصفه اللي هنقدمها او ايه المشروب اللي هنقدمه للطيور بتاعتنا. دي تفل بنجر اهي يا جماعه مع كميه علف بسيطه مع شويه رز يا جماعه، حلوين جدا جدا اهمت. هنمسك الخلطه بتاعتنا ديت نقلبها ببعضها كده كويس جدا جدا ونقدمها للبط بتاعنا عشان البط بتاعنا يتعود على اي حاجه نحطها لهم يا جماعه عشان يفضل ماشي معانا كويس جدا جدا. الخلطه دي حلوه جدا جدا للطيور، الرز يا جماعه فيه نشويات والبنجر حديد يا جماعه ورافع مناعه في نفس الوقت، فالخلطه دي كويسه جدا جدا، نسبه البروتين محافظين عليها في العلف بتاع طيورنا، وقدمنا ليهم يعني خلطه تزود ايه نسبه الحديد عندهم وتزود البروتين كمان عشان النشويات يا جماعه حلوه جدا جدا عشان الاسهالات برضو والكلام ده، فربنا يبارك يا رب. انا ما ضفتش عليه اي ميه، انا قلبته بالخلطه بتاعه البنجر كده بالتفل بتاع البنجر عشان بس ايه يبقى ايه متجانس مع بعض، الخلطه بتاعتنا تبقى شاربه من بعضها كويس جدا. نحط لهم بقى العلف الاول وبعدين نجيب لهم نقدم لهم الوصفه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. البط عامه يعني ما بيجرش علف كتير يا جماعه، انا بعلفه برده مرتين في اليوم، بس ده انا بعلفه بالليل عشان فيه نور في الاوضه وكده، فبعلفه يضطر بحط له علف بالليل عشان ياكل ويشرب، لان هو بياكل بالليل عن بالنهار يا جماعه، البط ده بيجر في العلف بالليل عن بالنهار كتير كتير، فربنا ييسر الحال يا رب ليا ولكم. ربنا رزقني بورشه النجاره جنب مني قافله بقالها فتره وجايه تشتغل بقى اليومين دول، فعامله له صداع جامد وبصور شويه شغله قران وشويه شغله اغاني، فعاملين لي روشه جنب مني بقى، فمش عارفه يبقى نظامها ايه في التصوير وكده، ومعليين الكاسيت على الاخر يعني مش عاملين حساب للناس اللي جنبهم، حتى معليين الكاسيت على الاخر، فربنا ييسر الحال يا رب، ربنا يهدي الجميع. البط بتاعنا يا جماعه اهوت، هقدم له بقى المشروب بتاعنا النهارده، اشطف بس ايدي كده. المشروب بتاعنا اهو يا جماعه البنجر يا جماعه، المشروب ده حلو جدا جدا للطيور، والطيور بتاعتي بتبقى عطشانه، بقدم لهم اي وصفه او اي حاجه بقدمها لهم هم عطشانين، بتجيب نتيجه سحريه وياهم والله العظيم، بتجيب نتيجه جميله جدا جدا وياهم، فربنا يبارك يا رب ليا وليكم لامه محمد ان شاء الله. شايفين البط بتاعي احجامه حلوه جدا جدا والله العظيم، شايفين البطتين المولر اللي هم البيض دول والجعجاع، ربنا يبارك يا رب، حاجه كويسه جدا جدا. دول يا جماعه زي ما قلت لكم، ودول اللي هم الخليط هربوهم للانتاج، والمولر والجعجاع دول هسيبهم هدبحهم للبيت عندي، انا ببقى اعملهم يا جماعه اكبر البط ده، لان جوزي ولادي ما بياكلوش بط، بس بفرمه وبعمله كفته بيبقى جميل جدا جدا احسن من لحمه الجزار نفسه، يعني انا بمسك البط ده اكبره واسمنه واتقله كويس جدا جدا وامسكه اذبحه واخليه واعمله كفته، والله العظيم بعمل منه مكرونه وبعمل منه ورق بتاع جلاش باللحمه، وبعمله كفته بيبقى اطعم من اللحم بتاع الجزار
كتير كتير والله العظيم، يعني بدخله في حاجات كتير بتبقى نتيجته كويسه جدا جدا، وربنا يبارك يا رب. وعيالي ما بيعرفوش ان كان بط او كان لحمه جزار، بيجوا يسالوني اقول لهم لحمه جزار والله، وبكذب عليهم واقول لهم لحمه جزار، لان فعلا ما يفرقش عن لحمه الجزار حاجه، وبيبقى احسن منها واطعم منها كتير كتير. فالحمد لله والشكر لله، ربنا يبارك لنا جميعا يا رب. ربنا يبارك للجميع ان شاء الله ويسترها معايا ومعاكم. ربنا يبارك للجميع، اللهم امين يا رب، اللهم امين، وارزقنا الحلال الطيب ليا وليكم لامه محمد. شايفين حضراتكم البط بتاعنا حلو جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ويسترها معايا ومعاكم، وارزقنا الايه الرزق الحلال. والدتي عماله بترن عليا يا جماعه، وانا عايزه اكمل معاكم الفيديو، وما ردتش عليها هتزعل وتفكر ان انا مطنشاها، بس مش مشكله، اما تفصل هرجع ارن عليها تاني واكلمها، مفيش مشكله خالص. فربنا يبارك يا رب. شايفين قدام منكم الخلطه اللي قدمتها للطيور بتاعتي، هم كل هدفهم الميه يا جماعه، بيدوروا على الميه اكتر من العلف. زي ما قلت لكم ان البط ده شهيته ما بتبقاش مفتوحه على الاكل زي ايه زي الميه، يعني هم بيستحموا وبيبلبطوا في المكان. انا لسه كان سالهم امبارح يا جماعه، شايفين المكان بقى عامل ازاي، عشان بيستحموا وبيخلوا المكان كلته ميه. فانا قدمت لهم الخلطه دي النهارده عشان يتعودوا ياكلوا خلطات يا جماعه، ده اول يوم اقدم لهم الخلطه دي. بس الخلطه دي حلوه جدا جدا، زي ما قلت لكم فيها نسبه حديد وفيها نشويات عاليه جدا جدا. فربنا يبارك يا رب ليا وليكم امه محمد ان شاء الله، ويسترها معايا ومعاكم، ويرزقنا ان شاء الله الرزق الحلال. فربنا يبارك للجميع ان شاء الله يا جماعه. الفتره الجايه ديت هنقدم خلطات ووصفات مختلفه جدا جدا لجميع الطيور ولجميع الاعمار، عشان نفضل ماشيين مع بعض كويسين كده ونستفاد من بعض. عشان يا جماعه كل ما هنقدم حاجه كويسه هنستفاد من بعض اكتر، انا بستفاد منكم وانتم بتستفادوا مني، يعني كلنا، يعني مش كل الناس كامله من كله، ما كامل الا محمد. زي ما انا في حاجات ما اعرفهاش، في ناس ثانيه في حاجات ما تعرفهاش، انا بقدم حاجه انتم مش عارفينها، انتم بتقدموا حاجه انا مش عارفاها، فاحنا بنكمل بعض يا جماعه وبنستفاد من بعض على طول طول الوقت. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ويرزقنا ان شاء الله، وما يضيعش تعب لاي حد فينا، ويرزقنا الحلال الطيب يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. كل من يقول اللهم امين يرزقه الحلال الطيب ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم البط بتاعي بيستنى الميه باستمرار، بس البط بتاعي حلو جدا جدا. فايه يا جماعه، كان البط ده كان معدوم خالص الفتره اللي انا بعدت عنهم فيها، ان انا كنت بنزل احط علف وميه وبخرج على طول، كان البط ده عدم مني خالص والله العظيم، كان فعلا اهمال مني لان ما كنتش فاضيه له، بس والله العظيم كان غصب عني. بس الحمد لله والشكر لله البط فاق جدا جدا يا جماعه، وربنا يبارك يا رب ليا وليكم لامه محمد اجمعين. البط ده انا بحط له علف يا جماعه، ما بياكلش الا شويه بتوع المغرب بس، طول النهار ببقى قاطع الاكل من حراره الجو، ببقى قاطع الاكل بس مش تعب ولا اي حاجه، بس هو طول فتره الحر ما بيحطش اكل ببقه خالص، ما بياكلش الا شويه بتوع المغرب وبالليل. عشان كده انا ساعه لما بيجي المغرب بيكون مخلص الوجبه اللي قدامه دي، برجع احط له تاني بالليل يا جماعه، الف وجبه تاني بالليل، بس بتبقى وجبه ناشفه بقى، وبحط لهم بياكلوا وبيبقوا تمام التمام، ما فيش اي مشكله بالنسبه لهم خالص. اوزانهم حلوه جدا جدا، واحجامهم البط قدام منكم، البط طويله وعريضه برده في نفس الوقت. فربنا يبارك يا رب، بسم الله ما شاء الله، حاجه والله العظيم تحفه وجميله جدا جدا. وانا مهتميه بدول دون عن الطيور كلها، عشان زي ما قلت لكم ان انا هربي البط الخليط والبط المولر يا جماعه او الجعجاع، دول هسيبهم لبيتي زي ما قلت لكم، هذبحهم دول للبيت عندي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. وكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو استفدتوا مني بمعلومه صغيره، بالله عليكم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.